في الأسواق الإماراتية. أول شيء بدي أصبح على أنجل حكيم وأيضا عباد أحمد، صباح الخير لكما. أبدأ مع زميلة أنجل حكيم، وارتفاعات الأسواق الإماراتية اليوم كيف تبدو الصورة الآن؟ يعني يبدو لبنى أن هناك توقعات أو اتجاه بعدم رفع الفائدة للفيدرالي الأمريكي، يعني هناك حالة تفاؤل تسيطر على الأسواق الإماراتية بشكل عام، خصوصا سوق دبي المالي يرتفع بأكثر من 1% اليوم، والمؤشر العام عند مستويات 3583 نقطة. بالنسبة يعني الأسهم القيادية هي التي طبعا يعني تدعم المؤشر بشكل واضح. بالنسبة للسيولة يعني نجدها أفضل من السيولة التي كنا قد شهدناها في الجلسات الماضية، أكثر من 45% من هذه السيولة تتجه لسهم دماك العقارية. قطاع البنوك لا يزال يدعم، ولكن بقيادة هذه المرة EMBD وليس أو الإمارات دبي الوطنية وليس دبي الإسلامية. ارتفاعات على هذا السهم بأكثر من 5.5%، وكنا قد شهدنا طبعا عليه خسائر أو تراجعات في الجلسات الماضية. اليوم يعني يدعم المؤشر بشكل جيد. قطاع الاستثمار والعقار أيضا يحاولان دعم المؤشر بشكل واضح. بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، ارتفاعات طفيفة 13%، ارتفاعات المؤشر العام فوق مستويات 4500 نقطة. لا يزال قطاع الطاقة هو الداعم الرئيسي للمؤشر. طبعا سهم دانا غاز على ارتفاعات بأكثر من 4% على هذا السهم، وتداولات يشهد تداولات نشطة. طبعا شهد شراء أجنبي في جلسة أمس. طاقة أيضا ارتفاعات بأكثر من 1.5%، ولكن بأربعين ألف سهم فقط. اتصالات تضغط على المؤشر، تتجه إلى عمليات ضغط بعدما كانت قد دعمت المؤشر في جلسة أمس، وكانت هي الأنشط طبعا في التداولات، وحظيت على أكثر من 84% من سيولة السوق التي وصلت إلى أكثر من 700 مليون درهم في جلسة أمس، وهي طبعا تعتبر مستويات جيدة جدا بالنسبة لسوق أبو ظبي المالية، لم نشهدها منذ ديسمبر 2014. اتصالات ترتد إلى المنطقة الحمراء وتضغط على المؤشر بتراجعات بأكثر من 1% على هذا السهم. تشهد بعض التعاملات أقل زخما من جلسة أمس طبعا، وعمليات بيع أرباح عليها. نعم أنجي، أنا سأكتفي بهذا القدر لأنه في عنا مشكلة تقنية بالصوت، الصوت عم بيقطع. شكرا جزيلا لك.